الكيان الغاصب في حالة هيجان داخلي، إضرابات واعتصامات، طالت وزارات حيوية ومطارات ومشافي ومؤسسات وشركات، هي تداعيات سياسة بنيامين نتنياهو وحربه الشعواء على غزة. فماذا في الارتدادات السياسية، خصوصا مع الالتفاف على التحركات هذه ومحاصرتها لوأدها قبل أن تتوسع أكثر فأكثر؟ اليوم عم نشوف أنه هناك شرح قوي داخل المجتمع الإسرائيلي بهذا الإطار. هذه المرحلة بالنسبة لهذا العدو هي مرحلة جدا صعبة، وهي الأصعب من حيث النتائج. هذا الكيان الغاصب لا يستطيع أن يواجه الخارج بضعف داخلي، هناك انقسام سياسي وعسكري حاد في هذا الكيان. حتى المستوطنين اليوم في نفور كبير من الحكومة، حتى داخل الحكومة نفسها هناك انقسام بيناتهم بهذا الإطار. هذا ما كنا نشهده بالسابق. هذا الانقسام الحاد السياسي نتج عنه إضرابات ومظاهرات تندد بما قامت به إسرائيل. الأخطر من هيك أنه هذا الجيش الذي لا يقهر مش قادر يواجه تحديات، لو لأنه حاول يطلب مساعدة أو عم يطلب مساعدة من أمريكا ومن أوروبا ومن الناتو وما إلى هنالك، هذا بدل على أنه هناك قصور وضعف ولن يستطيع أن يواجه المرحلة القادمة. خسائر كبيرة جدا لحقت باقتصاد العدو، فالشلل في المستوطنات والإضرابات والتحركات كلها تؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي والناتج المحلي، حتى ما يصل من دعم خارجي تأثر، ومحاولات حثيثة للكيان للتعتيم عن الخسائر. على المستوى الاقتصادي السياحة صار صفر، عندهم سياحة، الاستثمارات صفر، المصانع توقفت عن العمل، هذا كله أدى إلى تراجع الناتج المحلي عندهم، وبالتالي إلى ضعف الشكل العملة الكيان الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أنه في موظفين بتشتغل بالمصانع هن يد عاملة فلسطينية، هذه توقفت عن العمل كرد فعل، هذا ساهم أكثر بتراجع النمو الاقتصادي وزيادة البطالة بهذا الكيان. أضف إلى ذلك أنه المدارس والمكاتب توقفت، وحتى الطيران توقف، الملاحة توقفت بهذا الإطار. هذا كله شو عطى على المستوى الاقتصادي؟ حتما عطى على المستوى الاقتصادي نتائج سلبية، وهيدي الأرقام لا يوجد هناك إفصاح دقيق لهذه المعلومات لأن الخسائر كبيرة بهذا الإطار. بيحكوا ب 500 مليار الناتج المحلي، ولكن قديش أصبح هذا الناتج؟ حتما المشهد السياسي ونتائجه الاقتصادية بتعبر على أن هناك تراجع حاد بالناتج المحلي، وبالتالي تراجع في النمو الاقتصادي. لا يوجد أرقام دقيقة بهذا الإطار، محاولة تعتيم لهذه الأرقام، لأن هذه الأرقام تؤثر على التصنيف، تؤثر على الاستثمارات أكثر فأكثر، فبالتالي لا يوجد هناك من أرقام دقيقة حتى الآن. الكثير من الدول اللي كانت عم تدعم هذا الكيان أخفقت في تقديم المساعدات المالية كما كانت بالسابق، وهذا ترك انعكاساته السلبية على هذا الإطار. يحصد نتنياهو وكيانه الغاصب نتائج سياسات وخطط ارتدت بشكل واضح عليها على قاعدة وكل طابخ سم سوف يأكله.